انت صاحيه؟ طب ايه اللي مصحيكي لحد دلوقتي؟ انت عارفه يا ماما، انا حاسس ان انا بقيت عجوز قوي، لسه صغير ده على الورق بس، لكن الحقيقه ان الهم هدني وقله الحيله كسرت نفسي. تصدق ان انت دمك خفيف يا ماما؟ نسوان ايه اللي تبصلي؟ ده انا مش لاقي شغلانه عدله ولا عارف حتى ابقى مطرب. بقول لك يا ماما، ما تتاخري شويه يا ماما، عايز انام جنبك مش قادر اقف. انت راجعه كده ليه يا ماما؟ بقول لك عايز انام شويه. تسكتي كده ليه يا ماما؟ انت نمتي؟ طيب تصبحي على خير. انا هقوم اغسل وشي بقى بالبلع اللي كنت فيها. ده بقى الفن ولا بلاش؟ امتى الدنيا تفتح لي دراعاتها والحظ يقول لي خد؟ سيحصل فين؟ في الايام السودا المهببه اللي احنا فيها دي. كان نفسي اعيش في زمن الفن الجميل واشوفك يا عندليب، اتصور معاك واحضر لك حفلات واقعد تحت رجليك. تعالى هنا والنبي ربنا يخليك. حرمت النبي. عارف انت تستاهل ايه؟ عارف الذبح. لا انت تستاهل بوسه. انت لقطه، انت هديه، انت نجم فرقه. السجاره دي جامده قوي. والنبي هو انا اكيد بحلم. ما تخافش يا شرنوبي. بس انا خايف. انا جاي اساعدك. بس انا ما دعكتش التلفزيون عشان تطلع لي عبد الحليم يساعدني. دمك خفيف يا ابن شرنوبي. انا جاي اساعدك عشان تحقق حلمك، وانا باذن الله هخليك تحقق. من دلوقتي انت منعم. بنعم بين. من عنده. ادخل يلا في الحكاية. ادخل فين؟ ادخل هنا عشان تعيش الحكاية. الله راجل. شرنوبي مفيش وقت، الحدوتة بدأت. باي باي يا شرنوبي. الله يخرب بيتك يا زلطة. عذاب عليكم. سيبوه. اسكت انت. قال لك اسكت انت يعني تسكت انت. عم مفتاح الحقني. ابو مفتاح مين؟ انا حبك كاتيليو بزعب. هو انت مش امي؟ امك؟ امك ده هي موكوس. ده انا المعلمه الثانيه. تر تر. انت عارف تستاهل ايه؟ الذبح. لا الشن. تر 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 تر.
مين يا ابن الورمه؟ قوم انا هلقى عليك من الكهرباء. سايب التلفزيون شغال عمال يور طول الليل ونايم تحلمني. ربنا يحرقك في نار جهنم يا قادر يا كريم. انا حي، انا عايز صح، وانت امي صح؟ لا ابوك يا حادق. وحشيني قوي يا امي، خديني في حضنك. في ايه يا ابن الهبله؟ هو انت لسه راجع من الخليج؟ انا الظهر كنت بحلم وانت كنت واحده تانية. انا رحت مع العندليب يا اما وهبقى مشهور. عندليب مين يا هوان؟ عبد الحليم حافظ الله يرحمه. ودخلك فين يا رحمك؟ خدني معاه فيلم شارع الحب، ومش بس كده انا كنت بمثل مكانه. يا سلام، وما قابلتش المرحوم ابوك هناك؟ يما انا عارف ان انت مش مصدقاني، بس صدقيني ده اللي حصل. الله يرحمك يا ابو شرنوبي، ابنك بيخرج مع عبد الحليم حافظ. يا خوفي لكون انت كمان بتخني مع ليلى مراد. يا ابني حبيبي سيبك من الجنان اللي انت فيه ده، قوم استحمى وغير هدومك وروح لعمك المفتاح، اطلب منه بنت وما تسيبوش الا لما يوافق. من الاخر يا اما كده اهو، كريمه دي لو ما اتجوزتهاش انا هموتها، واموت نفسي واموت مفتاح كمان. وهسيبني لمين يا ابن الهبله؟ ما تخافيش يا اما هموتك انت رخره. يا ابني يا حبيبي خش استحمى ولايف تحت بطاطك كده ورقبتك وودانك وركبك ادعكها بالحجر بتاع اللي جوه. ايه يا اما ما تخش تستحمي بدالي؟ والله فكره. انا 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 اللي مجنني وكيدني ولهب مشاعري ليه مرفت؟ مرفت تسيبني انا حموده وتروح تتجوز واحد تاني؟ فيمكن ابوها الزنان هرش ودانا، ما انت عارفه نتن القرش ام وابوه. فعلا يا ناس الاناء يندح بما فيه. صح، هو الاناء ده سبب بوظان الجوازه. بس انا عايز اقول لك عم مفتاح، انا الاناء بتاعي احسن من الاناء بتاع الراجل اللي راح اتجوزته، عشان الاناء بتاعه معروف يعني. يا سلام يا اخويا، ما يمكن الاناء بتاعك سمول واناءه يخسرارش. لا يا اسطى مفتاح، انا اناءي معروف، اناءي معروف على مستوى المنطقه كلها معروف يعني اناءي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله يا شرنوب. ما ترد السلام عم مفتاح، ده انا حتى بحبك. بل انا برضو انا مالي ها. طالما بقى جبت من الاخر يبقى نخش في المفيد. انا عاوز اتجوز كريم، وامي محوشالي قرشين هلم نفسي بيهم. دي بنت يا شرنوبي، عايز ارميها كده؟ دي بنت يا ناس، دي بنت يا ناس، ارميها. طيب تعالى قول لي انت هتعيشها فين؟ فوق السطوح مع امك؟ يا منجي نجي، ده ما عندش طيار. عندك حق. وليه الغلط ده بقى؟ بلوس انا عارف انك انت بتحب بنتي، وعارف ان بنت الكلب عاوزاك، لكن دي بنت يا ناس، دي بنت يا ناس، ارميها. شنوبي انا موافق، بس على شرط. مهر بنتي 20 من النوق العصافير، وليا 10 من الجواري الحسين. انا عاوز اتجوز كريمه مش عبله. خلاص احولها لك لمصر، مهرها 20,000 جنيه، ولمؤاخذه شبكتها 5,000 جنيه، واوضه تسكن فيها لوحدها مش مع امك. وبكده يبقى ما فيهاش غنانة. ألف مبروك. حمودة ما تبخ بقى كده، هو أنا هدي عمك مفتاح. أحسن يكون الكلام صحيح، الإناء بتاعه أحسن من الإناء بتاعي؟ لا بس أنا واثق في الإناء بتاعي، ده حتى أنا نازل على النت. لا أنا زي الفل، الإناء جامد بتاعي. لا ده الواد ضرب خلاص. ماشي يا عم مفتاح، أنا هثبت لك إن أنا عنتر ابن شداد، وهجهز لك مهر عدل. ما نشوف أفلح الصدق. دي بنت يا ناس، دي بنت يا عالم، ارميها. اوجو بالله من غضب الله. انزل بالشاي بلولو ومعاك الليل بتولو. يا عم صايب ارحم امي بقى، احنا بنلعب دومنا مش كوتشينه. ودي بتتلعب ازاي دي؟ بعتنا نجيب الظهر. الالا ايوه دوشه، غيرني الحجر. مش لما تطلب شيشه الاول يا عم؟ ما تفصلنيش يا غرع انت، هات لي شيشه عليها حجر خلصان، وغير لي الحجر وحط لي ولعه. صبرنا يا رب. بصرة، انا حق بنتي لازم اجيبه، وهجيبه من عين التخين ولا يهمني. زلطة تعال عايزك. حاضر يا فوق. الفوق جو رحمني من صوت الاهله. متروق ابو مرفت، اللي حصل حصل وكله اسمه ونصيبه. انا شكلي بقى وحش قوي قدام رجاله الحاره، اودي وش منهم فين؟ بص يا اسطى، الحاره كلها لازم تتفرج عليك وانت بتاخد حق بنتك. ده مرجع لك نار صبحيتها، ده عمل البط سم. عندك حق يا زلطه، ولا ساعتين زمن تجمع لي فيهم شباب الحته عشان يجيبوا حق البنت بنتي، وانا بقى هبعت اجيب الولد طلقها هنا ونديله العلقه الصح. ولا الحته ما فيهاش رجاله ولا ايه؟ ازاي يا عمونا ما تقولش كده؟ انا هروح حالا اجيب شرنوبي وحموده وماندو وبندو والرجاله كلهم واظبط معاهم. جدع يا خرس، ولا دوسه عايزينك. لا
ابوس ايدك، بلاش دوشه. جاهزين يا رجاله؟ جاهزين يا عم فؤاد. طمن يا عم فؤاد، كله تحت السيطره، المهم انت جاهز.